من بلدة وركان في إقليم الحوز. ينضم إلينا مراسل حدث عادل الزبيري. مرحبا بك عادل، نستطلع منك الوضع الإغاثي والمعيشي لمن لجأ إلى الخيام بعد هذا الزلزال. نعم حسين، كل المنكوبين الذين لا يزالون على قيد الحياة أصبحوا في إقليم الحوز وإقليم شيشاوة وإقليم تارودانت، هذه ثلاث أقاليم جغرافية منكوبة بالفاجعة، أصبحوا جميعا يبيتون في العراء، إلا أن هنالك الآن مجهودا إضافيا من أجل تقسيم الخيم بين العائلات. يعني هذه خطوة إيجابية ربحتها السلطات المغربية مسنودة بالمتطوعين والمحسنين والجمعيات غير الحكومية. نحن هنا في ورشة عمل، شباب مغاربة يشتغلون بهمة ونشاط في هذا المخيم في إحدى قرى بلدة ويرغان في إقليم الحوز. هذه المناطق أيضا منكوبة، الشباب هنا يحضرون قسما تعليميا من أجل مساعدة الأطفال الصغار، سواء في مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي صغار السن، من أجل أن يجدوا قسما تعليميا يقضون فيه يوميات الحياة الجديدة في المخيمات. هذا أحد المخيمات الذي رافقناهم في مجموعة من المراحل في البناء في الأيام الماضية، والآن هم يشتغلون على هذا القسم التعليمي، بمعنى أنهم تمكنوا من الحصول على خيمة إضافية حولوها إلى قسم تعليمي بقرب هذه الخيمة. هذه الخيمة الزرقاء هنالك خيام صفراء، هي خيم الناجين الذين أصبحوا يقضون نهارهم ويبيتون ليلهم في هذا المخيم، وهو مخيم ممتد في الصورة كما نتابع. عشرات الأسر أصبحت تعيش يومياتها في هذا المخيم، فيه مجموعة من المرافق المعيشية والصحية، أي جرى أيضا نصب دورات مياه تمكنهم من قضاء حاجياتهم. الآن الحياة أصبحت في الأسبوع الثاني من الفاجعة تأخذ إيقاعا يوميا، اطمأن الناس في الساعات الأولى من هذا الصباح الباكر عندما كنا نتجول والشمس لم تشرق بعد، الناس كلهم في الخيام، لم نجد أي أسرة تبيت في العراء. إذن المشهد يتحسن نسبيا، ولو أنه على مستوى الحياة، الحياة كلها الآن تجري في مخيمات الناجين من فاجعة الزلزال هنا في إقليم الحوز الأكثر تضررا من هذه الفاجعة. نعم حسين. طيب، حتى اللحظة أختم معك عادل بالسؤال عن الأطفال، هل ثمت نشاطات مرصودة بالنسبة للأطفال في الخيم؟ نعم، هنالك مجموعة من المبادرات رصدناها، هنالك جانب من الأطفال في التعليم الابتدائي عادوا إلى مدارسهم منذ يوم الاثنين، أي نحن في اليوم الثالث من الحياة الدراسية في الخيام أو الأقسام البديلة بالنسبة للتعليم الابتدائي ما بين 6 سنوات و12 سنة. على مستوى بلدة آسني في إقليم الحوز، ساعة زمن بالسيارة من هنا، هنالك مركب ألعاب صغير بسيط يحاول أن يرفع عن الأطفال، وحتى يعرضون مسلسلات كرتون في شاشة عملاقة. نعم. هنالك أيضا جمعيات غير حكومية تقدم لهم أطفال، تقدم للأطفال لعب الأطفال وبعض الدفاتر للرسم والتلوين. بدأ المجتمع المدني غير الحكومي مع السلطات يتحركون من أجل مساعدة الأطفال بأمور تخص عالم الأطفال. نعم. نعم، شكرا جزيلا لك من إقليم الحوز مراسل الحدث الزميل عادل الزبيري. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.